الاساتذه حتى واللي كانوا مستعدين انه يضحيوا بما انه ظرف استثنائي ويدرسوا بالسبت، لكن اصطدموا بهذا القرار اللي هو الغاء النقل الحضري. فمن غير المعقول انه يكون فيه تدريس، والاساتذه كما تعلمون ينتقلوا كما بقيه الشعب عن طريق الترامواي، عن طريق المترو، عن طريق النقل بصفه عامه. بعد أن طلب أساتذة الدوامين في الطور الابتدائي بضرورة إعادة النظر في جداول التوقيت وإلغاء تدريس يوم السبت لعدة اعتبارات، راجعت مصالح وزارة التربية قراراتها وراسلت مديري المدارس الابتدائية تقر من خلال ذلك لكنها القرارات التي ستخلط الحسابات وتخلق الفوارق بين المدارس حسب الأساتذة. هناك غموض أصلا في المراسلة الوزارية، حيث أقرت الوزارة بأن يوم السبت ملغى بالنسبة للأساتذة الذين يسكنون بعيدا أو مقر سكنهم بعيدا عن المدرسة. هذا الأمر لا يساعد كل الأساتذة، ستكون هناك اختلالات في جداول التوقيت، وكذلك سيكون الأستاذ تحت رحمة المدير والمفتش، بحيث تصبح السلطة في يد المدير، تحضر أم لا تحضر. الوزارة لا نقبل منها هذه الحلول الترقيعية، نريد حلول دائمة. الأستاذ يرفض العمل يوم عطلة أسبوعية، هذا لما لا الإبقاء على المواد الأساسية فقط للتدريس، لأن التلميذ في هذه الفترة يعاني من تعب ويعاني من أزمات نفسية، فهو ليس بحاجة إلى مواد كثيرة وحشو كثير بقدر ما هو بحاجة إلى تنظيم وقتي مناسب. يعني ما 30 دقيقة في الحصة ما تكفيش الأستاذ باش يكتب للتلميذ ويشرح للتلميذ. جداول استعمال الزمن لهذه السنة تغيرت لأكثر من مرة، والتغييرات لا تزال متواصلة رغم مرور أكثر من شهر على الدخول المدرسي. كل هذا بسبب جائحة كورونا التي جعلت الدراسة تستسلم للظروف المعاشة.